السعادة تسرق. والبنك كانوا فيه ثلاثة ديال الحراس شادين العسة بالليل وقت السرقة، عمار وأشرف وكريم، وكيقولوا بأنهم شربوا أتاي باش يسهروا، ولكن ثلاثة بهم نعسوا حيت أتاي كان فيه فاني النعاس. وطبعا ماشي هذه هي الحقيقة، واحد منهم حط فانيدة ديال النعاس فتاي ونعس الجوج الاخرين، وسرق الكفر وخرج من هذا الشريط من الصغير ديال التكييف، ومن يرجع دار براسو نعس حداهم. إذن اللي سرق البنك واحد من ثلاثة، واحد واش عمر، زوج واش أشرف، ثلاثة واش كريم. أنا بعد عرفت شكون اللي سرق البنك، وإلا حتى أنت عرفتي ارسل SMS ل 9093 أو اتصل بالهاتف الثابت 08 90 63 99 أو بورتابل 40 43، وتربح 5000 درهم كل أسبوع، وما ننسوش المفاجأة الكبرى، سيارة فاخرة للفوز. وموعدنا في الحلقة الجاية مع تحيات المفتش كورومبو. رحلة